كنت تحب تلعب هاللعبة طول عمرك مصطفى. اسمع يا ابني، الوضع هون صعب، هن عم يلعبوا فينا، يعني أعدائنا بلشوا بالحرب. بس شوف لي هالحلوة لوين رايحة يا عيني. استني نحن منوصلك. ليش قتل البني آدم مو حرام وذنب كبير؟ بس بتعرف شغلي؟ أنا ما بشرب. المشروب بيخلينا ضعاف وبيعطي شجاعة مزيفة، بيغير الإنسان. حدا غارزها بالرقبة يعني ما مات محروق؟ مبينة انكسر بلور العربي وفات الإزاز برقبته. ممكن هاي المعلومات صحيحة؟ اي نعم، الاسطول البريطاني ما رح يرسى على البحر المتوسط. شو يعني؟ انجلترا تراجعت عن مهاجمة روسيا، مشان هيك ما رح تصير الحرب. يعني كل اللي راهنوا على هاي الحرب من تجار غلطة رح يخسروا كل شيء. لأنت رح تضلك عم تركود؟ بالنهاية رح تقلنا على كل شيء، فلا تعبنا معك. اللي وين الذهبات؟ إجا الوقت يا مصطفى. مصطفى هروب! آخ يا علي آخ. شو سبب تشريفك لعندي سيد بوريس؟ بدي أطلب منك شيء. مين هالمرة؟ مشرف البحرية أسعد باشا، بدي إياكي تتقربي منه. ماشي، بس ليش؟ الأحسن إنك ما تعرفي أكتر من اللي بقلك عليه، أحسن لك. ورضا شلبي شو مشانه؟ عزيزة، انت عم تسألي كتير، رجالي عم يدوروا عليه. هذا كل شيء؟ قال تعرفتي على بنتي. ايه صحيح، شو مهضومة وكتير حلوة.
مبين هالبنت بتشبه أمها، وحتى أزواقنا أنا ولارا كتير متقاربة. مين بيعرف، يمكن بالمستقبل تصير لارا تدعيني على الحفلات اللي بتعملها. شو رأيك؟ بالنسبة لإلك مانا لارا، هي بالنسبة لإلك رح تبقى المدموزيل زهارياس وبس. هذا واحد. اثنين، اصحك تفكري تدعسي برجليك الوسخين جوات بيتي، وإلا صدقيني بقطعلك ياهن. ثلاثة، لا تستفزيني مرة تاني مشان ما أصلك لسانك، وكتير بيسعدني إني أعملها. اشتري تياب حلوة مشان المهمة تبعك. مصطفى، بعرف انك عم تتوجع ومتضايق ورح تنهار، لهيك رح يجي يوم وتغلط، وانا بهديك اللحظة رح اكون واقف عم اتفرج على موتك. لو اني خلصت عليك لما كنت ولد صغير يا مصطفى، ما كان نصيبنا نتواجه بهالايام. اسمعوني، من اليوم ورايح نحن رح نكون مسؤولين عن الوضع الأمني بجلتا، والضابط مصطفى رجع لبيناتنا من جديد، وهلأ هو صار مشرف جلتا. كلياتكم رح تشتغلوا معه. مصطفى، بتحب تقول شي؟ اسمعوني يا شباب، كلكم بتعرفوني، وإذا شي حدا منكم مو جاي على باله يشتغل معي بتمنى يحكي هلأ، ما راح اتضايق ولا عصب، يعني بيقدر انه يشتغل مع مشرف تاني. منيح، اول مهماتنا هي قضية الانجليزي. بدي اياكم فورا تنشروا صور توماس بكل اسطنبول، بالمواني، ببيرا، بكل مكان، وأنصحكم تنسوا محطات القطار. بلشوا شغل فورا. تعال مصطفى. حضرة القاضي. أهلين حضرة الراهب، ليش مرعوب كل هالقد؟ ما بعرف شو بدي أقول لك. خلينا نفوت على غرفتي ونحكي براحتنا. شكرا فضل. حضرة القاضي، أنا بترجاك لإلي حل، صارت مصيبة كبيرة. طيب اهدى وروق أعصابك شوي، ارتاح وخد نفس، تفضل عود. وهلأ احكي لنا شو الموضوع. تتذكر الصليب
يلي صار له بكنيستنا 200 سنة انسرق ليلة مبارح. كان هدية البابا أثناسيوس لما عمل زيارة لكنيستنا. آخ، وإذا هلأ عرفوا الجماعة بأنه هذا الصليب انسرق منوقع بمشكلة كبيرة. فهمت. كون متأكد أنه نحن رح نعمل كل اللي منقدر عليه لحتى نلاقي الصليب بأسرع وقت. شكراً لك، شكراً. الرب ينور لكم طريقكم. الله ينور طريق الكل. شكراً، شكراً. العفو. تفضل. ايه يا مصطفى، اجتنا مهمة جديدة اليوم. حضرة القاضي، السفير الانجليزي ورئيس خدمه ماركوس حابين انهم يقابلوا. دخلوا. تحت امرك. تفضل سيدي. تفضلوا. صباح الخير حضرة القاضي. بتمنى تكون جايتكم لهون خير. إذا ما عندك مانع أنا أجيت لقابلك وأحكي معك على انفراد بموضوع مهم. مصطفى مشرف جلتا وإيدي اليمين كمان، لهيك لا تشغل بالك، فيك تحكي وإنت مطمن. عدو. مثل ما بتعرفوا من يومين لقينا توماس وهو مقتول بالعربية تبعه. ايه منعرف حضرة السفير ونحن عم نحقق بالموضوع. انا اجيت لخبرك ان الجثة المحروقة ما كانت جثته لتوماس. شو هالحكي هاد؟ وكيف وصلتوا لهي القناعة؟ انسرق مصاري وذهب من خزنة السفارة، وتوماس مدمن قمار، اكيد هو اللي سرقهم وبعدين قتل واحد وحطه بالعربة وشعل فيها النار، وحتى انا متأكد من هالشي. ممتاز، شايف انكم حليتوا القضية ما شاء الله. يا ترى في شي تاني انسرق من خزنة السفارة؟ لا ولا شي، بس الذهب والمصاري. أساساً رجالنا بلشوا تحقيق بهذا الموضوع وراح يساعدوكم كمان. حضرة السفير اسمعني منيح، تسحب كل رجالك من هاي القضية بسرعة، لأنه إذا عطلوا علينا مجريات تحقيق ما رح أسكت أبداً، رح حطهم كلهم بالسجن. وكمان إذا صار ورجع توماس على السفارة تكمشوه بتجيبوه لهون لعندي. فهمت علي؟ بس يا حضرة شغلة ما بدها بس حضرة السفير، ممنوع رجالكم يتجولوا بأي مكان. انتو هلأ بمدينة اسطنبول. أنا رح أحكي بهذا الموضوع مع السلطان شخصيا. ماشي مثل ما بدها. تفضلوا، مع السلامة. شو رأيك باللي سمعته هلأ؟ لو القصة بس بالمصاري ما كان إجا لعندك. برأيي سيدي الموضوع أكبر من هيك. لازم نستعجل شوي، لأنه إذا لقوا توماس قبلنا ما رح يكون منيح. أي بعرف، رح يسكروا هالقضية ويسجلوها ضد مجهول مثل العادة. بس إذا ما قدرنا نحل هالقضية فساعتها جلالة السلطان. لا تفكر بهالشي يا ابني، يلا روح حل هالقضية بسرعة. تحت أمرك سيدي. بدي 100 باليوم إجرة لهالغرفة. 100 كرمال هالزبالة؟
إذا بتلاقي أحسن روح دوّر. اسمعني منيح، اصحك حدا يعرف اني بهالمكان، فهمت؟ هون مكان للفيران ما حدا بيلاقيك. مين هداك الرجال اللي اجى لعندك؟ لا تكون غرت يعني؟ مو هيك، بس صار عندي شوية فضول. ما خبرت حدا انك جاي لهون ما؟ لا تشغلي بالك من هاي الناحية، ما بخبر حدا. أنا آسفة حبيبي، حتى لو بدك ما هتقدر تخبر حدا. ما فهمت. مو مهم، لا تقلق. بوريس باسطنبول أكبر مجرم، طلب مني اتقرب من مشرف البحرية أسعد باشا وصير صديقته. الظاهر إنه عم يفكر بمصيبة للباشا أو بده يقتله. هات الكاسة بلا ما توسخ الشرشف. زعلت علي، بس انت شفت شي ما كان لازم تشوفه. حظ. الفضوليين لازم يموتوا بهاي الطريقة. رجالنا لقوه بالمستودع يلي انحرق، وأنا خليتهم يلمعوه ويجيبوه. شكراً لك يا حسن. معناتها أنت فلينتا مصطفى المشهور ما؟ أمر؟ إيه حضرة القاضي قال إنه هذا فلينتا مصطفى. هو تعين جديد بهذا المخفر، شو ما بدك باسطنبول اسألني. قصدي قول اسألنا اثنيناتنا. إيه؟ شو يعني؟ يعني يا مصطفى المشهور انتبه لخطواتك، فهمت؟ في ديوك تانية بهذا الإن، فدير بالك. يا ترى شو رح يصير إذا ما انتبهت لخطواتي؟ مم؟
شو هذا يا ربي؟ ما شاء الله، الله يحميك، ما شاء الله، هذا فيلينتا عن جد، ما شاء الله. ايه سيدي، ما بصير شيء إذا ما انتبهت لخطواتك. بالنهاية هدول رجليك وأنت بتقدر تمشي لوين ما بدك باسطنبول، ايه؟ انتو شو لسه عم تسووا هون؟ يلا لشوف، روحوا. حاضر، تحت أمرك سيدي. استغفر الله، مو 100 مرة قلت لكم لا تضلوا عم تلقوا علي التحية على الطالعة والنازلة؟ حاضر، تحت أمرك سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا روحوا، امشوا. منشوفك. تعرف بقدر أغلبه بالمصارعة أساساً، ما أنه أطول منك بكتير، شبر شبرين، شو رح تفرق يعني؟ بعدين على شو شايف حاله؟ بس اعمل هيك قدامه، إذا منتصارع أنا وياه لحط له راسه تحت إيدي وقعه على الأرض. خلينا نزور عثمان أبو راس بمكانه يلي عند المزرعة، بركي بنعرف لمين الجثة المحروقة. أمرك حضرة الضابط. انت شفت لي شجاعة هداك الرجال اللي كان مغمى عليك فلت من بين ايدين ثلاث رجال؟ برافو عليك. ولسه رضا شلبي اللي اختفى لهلأ ما عم تقدر تلاقيه. برافو عليك يا جميل. في ناس بيقولوا إنه ريحة هالمكان مثل ريحة الجياف، بس إنن غلطانين، لأنه هاي الريحة رائعة. هذا المكان بتفوح منه ريحة المصاري. كل تجار قلتا بدهم رضا المسؤول عن هذا الميناء، لأنه يلي بيتحكم بميناء قلتا هو اللي بيتحكم باسطنبول، مو هيك حمدي؟ تعرفوا لحمدي؟ هو كبير العتالين، إذا هو ما سمح ولا سفينة بتبحر من هون. سيد بوريس، شو سرع الزيارة؟ ما بيصيركم مشتاق؟ انت حتى لأبوك ما بتشتاق. حمدي، كأنك نسيان من حطك رئيس للعتالين يلي بالميناء، فتذكر بقدر آخد يلي عطيتك ياه. وهلأ قلع كلابك. هذا ابنك؟ انت مجيد؟ ما شاء الله كبران وصاير رجال. انت بتعرف انه ابوك كان عسكري؟ بس هلعوه من العسكرية لسبب تافه. طيب حمدي، شو عملت بعدين؟ اجيت لهون على المينا وصرت تشتغل بالعتالة، وبيوم اللي شفتك استغربت من القوة اللي عندك، ما بتصدق كم شوال كان يحمل على ظهره. مديت لك ايدي وخليتك رئيس لكل العتالين، بس هالشي ما كان ببلاش، بالمقابل انا نفذت لك كل خططك الوسخة. حمدي مظبوط، هربنا بضاعة بلا جمارك من أوروبا، صح؟ وين الغلط يعني؟ تعبت أسواق اسطنبول والعثمانيين ربحوا كتير. لا تذكر اسم العثمانيين على لسانك. آخ يا حمدي آخ، صار ماضي زمن كتير على حل الجيش الانكشاري، بس لساتك مرتبط فيهم بقلبك. وهلأ سيد بوريس اللي شو بدك؟ شو بدي؟ العتالين اليوم ما رح يشتغلوا. كيف؟ إذا العتالين اليوم ما اشتغلوا بالميناء ولا سفينة بتقدر تبحر أصلاً، ولا سفينة بتقدر تبحر بدون إذني أنا. استنى خبر مني. اليوم ولا سفينة رح تبحر، يعني ما رح تقدر تهرب يا توماس. شو بدنا نعمل هلا؟ روحوا للعتالين انهم يسترخوا هذا اليوم. اسمع، اطلع
بتدفع له نجار اليوم. بس بابا طلع. الله يصلحك ويهديك. والله بعد زمان يا عثمان أبو راس. ما كنت متأمل شوفك بنوب، كأنك عشت من جديد. اسمع، في واحد سنانه الأمامية فضة. ومين هاد بقى؟ اسمعني. ايه؟ قبل يومين انقتل بهاد المكان، أنت ما بتتذكره؟ وانت قبل يومين كنت بالسجن وعم تستنى اعدامك، شو عرفك انه انقتل رجال هون؟ ها؟ شو جوات الزهر؟ هذا مغشوش. بتحب خبر الكل انك واحد محتال؟ خلاص خلاص بحكي لك. ايه برافو. هلا ما بعرف من وين هو. اسمه قدير، ماله اي حدا، وكان يشتغل بالمينا، وكل فتره والتانيه كان يجي يلعب قمار هون. توماس كان هون كمان؟ ايه، وهذا التاني كان يجي يلعب قمار هون، وبهديك الليلة قدير شرب كتير وخسر كل مصاري. العمى شو هاد؟ الزهر مغشوش؟ كيف بتعملوا هيك؟ اه؟ حدا يقلي. إذا ما عجبك روح من هون، يلا زدتوا لبرا. اصحكم تقربوا، رجعولي مصاري حرامية. اتركولي محتالين، رجعولي مصاريي. وقفوا، شو عم تساووه؟ اتركوني، انتو محتالين وقليلين شرف. كل واحد على شغله، يلا لشوف. خيري، اهتملي بكل الشباب اللي هون، طلباتهم هالليلة عحسابي. بتصير هيك شغلات لا تتدايقوا، العبوا وتسلوا. يلا يلا لشوف. يلا يعني هو حاول يقتلني وانا قتلته لدافع عن حالي؟ لا تقلي لي، بتقول لحضرة القاضي. لا تقربوا، استنوا. بكل الأحوال أنا عندي شهود. أساساً لو ما كان عندك لاستغربت. اسمع، رح أقضي ليلتين بالسجن وأطلع، خليها تكون إجازة بالنسبة لي. عادي. إيه مزبوط. حسن، خود هذا المحتال وقل له لحضرة القاضي على القصة. قوم قوم، يلا امشي معي. استنى، بعرف انك بتحجز غرف للاشخاص يلي بيلعبوا قمار بمبالغ كبيره. انت حجزت غرفه لتوماس؟ شو ناطر؟ يلا جاوب. الغرفه 3 فندق ماريان. امشي امشي.
شو عم يعمل هالصليب هون؟ تتذكر الصليب هداك يلي صاروا بكنيستنا 200 سنة انسرق ليلة مباري؟ حلينا قصة الصليب، ضل نلاقي توماس. شلونك أخي؟ مصطفى؟ أخي شو القصة؟ لا تكون هربت. طيب لا تقلق، أنا رح أخبيك عندي. مو هيك، السلطان عطاني عفو لمدة سنة وحتى رجعت لشغلي كمان. هالخبر حلو. طيب شو رح تسوي بهالسنة؟ أنت رح تعطيني زكاءك والله رح يوقف جنبي، وهيك بكشف مؤامرة الشياطين وبتظهر براءتي. شو مقرر تعمل؟ بالأول لحل جريمة الإنجليزي وبعد ما نقرر. تمام. يلا تعال. مصطفى ارتاح شوي، بس عندي شغل دقيقة واحدة. شو هاد عبد الله؟ هذا رح يكون مثل التلغراف بس بصوت. كيف؟ طلع، هو مثل يعني انت بالمخفر وانا بكون عم بتصل فيك من المحل، بس رح نسمع اصواتنا. يعني انا رح اسمع صوتك وانت رح تسمع صوتي كمان، يعني منقدر نتواصل بالصوت. بس لسه ما انتهى، باقي كم شغلة صغيرة بس خلصها بصير تمام. لحظة، طيب قلي هذا شو؟ ما بتتخيل قديش هالآلة رائعة. بتنقر الصور واحدة ورا الثانية وبسرعة، وبعدين بتشوفها وكأنها عم تتحرك قدامك على الحيط. هني صور بس رح يبينوا وكأنهم عم يتحركوا. لما خلص هالآلة العجيبة رح تصير كل الصور وكأنها عايشة، كلياتها رح تتحرك. شغلي مثل الخيال. على كل يا مصطفى، بشو بقدر ساعدك؟ أنا رح أكون مبسوط كتير إذا بتقلي شو هاد. طيب خليك معي لحظة. لا ما بدي حبيبتي، انا ما بحب الصور وهالشغلات. بيقولوا انه الصوره بتحبس روح البني ادم. شو هالكلام الفاضي؟
نتصور صورة ونخليها ذكرى إلنا. لا ما بتعي، أنا في عندي ذكريات كثيرة وبتكفيني. يلا خالتي لا تعملي هيك، يلا تعالي. استني مصطفى، اجى زبون لعندي، ممكن تشوفه؟ ها؟ لو سمحت. شكرا لك، برافو، شاطر شاطر. ها؟ تعالي، بسم الله. لو سمحت. أنا؟ ليش في غيرك هون يعني؟ شو بدك؟ ممكن تأخذ لنا صورة بسرعة؟ بس تكون حلوة. ليكي هذا شلون عم يتطلع؟ منروح؟ لارا؟ تفضلي يا أنسة. تعي. يلا اشلحي لها شوفوا، خلينا نخلص من هالشغلة. يلا يلا قعدي على هذا الكرسي. ليش عم تطلع مثل المجنون؟ شوف شغلك، يلا بسرعة. لعمة كيف كان يسوي عبد الله؟ يمكن نرفع حيب الأول. تمام. خلينا نروح، والله كتير خايفة. هي شقفت صورة، شو في داعي تخافي؟ شو يعني رح نموت؟ لا بعيد الشر، شو نموت حبيبتي؟ الله لا يقدر يا بنتي. خلص هلأ بتسمي. يلا وانت التاني، خلصنا من هالشغلة بقى. استغفر الله العظيم، يعني انا كان ناقصني هالمجانين كمان. شو قلت؟ لا ما في شي يا انسة. تمام. يلا رح صوركم. ابتسموا رجاء. يا ربي احترق وشه للمسكين. لا تقلقي ما في شي خالتي جو البهار. كو عم يضحك كمان، نحن متنا من الرعبة عليك. صدقيني ما كنت بعرف انه رفيقي حاطت كتير فوسفور لحتى صار الانفجار بهالقوة هي. حاسة رح يغمى علي. قديش بدك حق الانفجار؟ شو بده يكون بدي يعني؟ يلا خلصني وقلي. ما بعرف، 10 قروش. شو؟ خلاص خليهم قرش واحد، هدول بيكفوا. يلا خلينا نروح. أنا قلت لك بلا ما ناخد هالصورة. يلا ماشي بسي لشوف. امشي خلصيني. زورونا مرة تانية. ليش ننزورك يعني؟ امشي لسه عنا فتلة طويلة بالسوق. انتي وين شردتي؟ برافين. شو؟ برافين. شو بيفيد هاد؟ ايه بيستخدموه بصنع الشموع. وغير هيك؟ مادة بتشتعل بسرعة. خلصني قلي بشو بيستخدموها لهالمادة؟ بيستخدموها بصناعة القوالب. امسك.
وانت ليش عم تعطيني مصاري؟ شو الموضوع؟ بعدين بحكي لك. عبد الله اقسم بالله انك زلمي داهية، بس قلل كمية الفوسفور شوي وقال لي رح توقع بمصيبة شي يوم. خاطرك